السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكل اللي بيتابعوا برنامج العيادة، ومرحب بكل اللي بيهتموا بأهم المواضيع اللي حابين نتطرق لها في برنامج العيادة. كثير من الناس قالت إن إحنا مهملين الأذن والأنف والحنجرة، وسألوا كثير عن السمع وضعف السمع، ودارين نخصص لهم حلقة كاملة نلبي طلباتكم وأسئلتكم عن مشاكل السمع، لأنه السمع من أهم الحواس حقيقة، من أهم الحواس الخمسة هو السمع. لأهمية السمع ذكرت كلمة السمع ومشتقاتها 185 مرة في القرآن الكريم، وسبقت كلمة السمع كلمة الأبصار، وده إن دل يدل على أهمية حاسة السمع. السمع اللي بيكون بيبدأ من الجنين في بطن أمه، وهو بيسمع من داخل بطن أمه، وأول الحواس اللي بيكتسبها الطفل عند خروجه من بطن أمه هي حاسة السمع. ده يدل على أهمية السمع، اللي هو بيخلينا نتفاعل مع المحيط، بيخلينا نكتسب كثير من المهارات، بيخلينا نتعلم، وهي حاسة السمع الحاسة المهمة المفروض نحافظ عليها بقدر الإمكان، ونكتشف أي ضعف في السمع مبكرا جدا عشان احنا نقدر نكتسب مهارات مبكرة، ويكون التعليم مبكر لأطفالنا. وطبعا السمع مهم في كل المراحل، حتى كبار السن بيفقدوا السمع بيفقدوا التواصل مع المحيط. أي زول عنده مشكلة في السمع، عنده أطفال وعنده مشكلة في السمع، دارز عن القوقعة وزراعتها وغيرها من مشاكل السمع. حلقة الليلة مفتوحة لكم ومفتوحة لتساؤلاتكم، وأحسن زول يجاوبنا من هذا المنبر هو المسؤول عن مستشفى الأذن والأنف والحنجرة، دكتور محمد صديق محمد، استشاري الأذن والأنف والحنجرة، وهو مدير عام مستشفى الأذن والأنف والحنجرة. احنا سعيدين جدا بدكتور محمد صديق ان يكون ضيفنا لليلة. مرحبا بك دكتور محمد. عليكم السلام، تحية الصحة والعافية، وشكرا للشروق، ونتمنى نكون مفيدين خفيفين عليكم، وربنا يديكم الصحة والعافية ويحفظ لكم كل حواسكم بالذات السمع. حاسة السمع من أهم الحواس. طبعا توافقنا الرأي في الموضوع ده. طبعا محمد. نعم. يعني حاسة السمع يعني حاسة التواصل فيها أصيل. بالسمع ممكن أنت تدرك حاجات لا يمكن تدركها بالحواس الثانية. نعم. السمع صح من الحواس، والحواس عندها محدودية، لكن السمع ممكن يتجاوز محدودية باقي الحواس، الإحساس، البصر. يعني بعدين السمع يعني واحد من الحواس المهمة جدا جدا في اكتسابات في اكتساب المهارات. نعم. في التعلم. في الـ في الـ في كيفية فنون التواصل مع الناس، حتى الحواس الثانية بتمتد بعض المهارات اللي بتكتسبها من حاسة السمع. نعم. نعم دكتور محمد، بس احنا دايرين نعرف انه هي احنا بنفتكر ان عمليه سهله جدا حكايه انه الزول يسمع، لكن هي عمليه ما سهله وعمليه معقده. سبحان الله، ودي كلها بتتم في الاذن، والاذن واحد من الاعضاء المهمه، ما حاجه بسيطه بس، يعني هو يعني مسؤول من حاجات كثيره، التوازن وغيره، انت اكيد هتكلمنا عن الموضوع ده. دايرين نعرف كيف بتتم عمليه السمع. قبل ما نتكلم او جزء من الكلام عن عمليه السمع، زي ما قلتي وتفضلتي، الاذن طبعا هي الجزء المسؤول من السمع، لكن حتى تفسير السمع فيه جزء دماغي داخلي. يعني حتى الأذن لو عملت حاجاتها كلها بصورة يعني سليمة، يمكن برضو أن تتأثر حاسة السمع، لأنه في تفسير لبعض الحاجات اللي بتجي. الأذن بصفة يعني كجزء عضو في الجسم تشريحي، بيتقسم لثلاثة أجزاء: جزء خارجي، وده يزول بيشوف اغلب اجزاءه اللي هو الجزء الخارجي للاذن، بعدك في قناه بتاعت اذن خارجيه ودي تابعه للاذن الخارجيه، في اذن وسطى تجويف هوائي، في عظيمات، في اذن داخليه. الاصوات بتجي في شكل بتاع ذبذبات، بيتم تجميعها بالاذن الخارجيه، بتدخل القناه الخارجيه، بتتحول لحركه اهتزازيه في الطبله. يلا هنا الطاقه تحولت لحركه اهتزازيه، اتنقلت عن طريق العظيمات للاذن الداخليه، يتحولت من طاقة حركية لكهربائية. نعم. الطاقة الكهربائية في الأذن الداخلية وتحوراتها بتتم بأجزاء تشريحية مختلفة، هي دي ذاتها بتتنقل بطاقة كهربائية بمسار عصبي محدد لمركز بتاع سمع في الدماغ، عشان يحلل الإشارات الجات. يتنقلت من ذبذبات حركية كهربائية تدخل عن طريق العصب، تصل الدماغ عشان يتم تفسيره. طول المسار
بيخلي الأسباب مختلفة لضعف السمع أو فقدان السمع، لأنه إذا كانت الأعضاء الخارجية كلها سليمة، الناقلة الوسطى أو الداخلية فيها مشكلة، بالتالي برضو بتأثر السمع. نعم. إذا الثلاثة أجزاء ضابطة ما فيها مشكلة، والمسار العصبي اللي بنقول الطاقة الكهربائية عشان تصل تفسير الدماغ فيه مشكلة، برضو بيحصل مشكلة. نعم. في السمع. نعم. فيبقى هي فعلا زي ما تكرمتي، هي مسألة معقدة بتتم عن طريق وسائط تشريحية مختلفة. الأذن الخارجية، الأذن الوسطى، الأذن الداخلية، مسار عصبي داخل الدماغ. نعم. في حاجة تانية برضو، بعد تفسير الصوت في منعكسات بتنتشر على الجسم ناتجة من الإثارة بتاعة الصوت. نعم. يعني مثلا صوت عالي زول يتحرك نطة وصل فوق لموقع بتاع السمع، يتحرك لمناطق معينة في الدماغ، عمل منعكسات على باقي الجسم في الأطراف، وفي سمعت الصوت جميل، تعابير الوش تغيرت. نعم. برضو هي فيها شيء من الحركة. نعم. فدي يعني ما الصوت شغال انت ما سامعه، ما تفعلت لا بوشك لا بحركة. نعم. يعني فعلا برضو معناها ممكن يكون مؤشر لانه في مشكلة. صح، في مشكلة. بيحصل تناسق بين كل الأعضاء وتفاعل. أيوة. بين كل الأعضاء. أيوة. السمع والقلب والحركة وكل الأعضاء بتشتغل مع بعض كل لحظة، والعين وغيره. طيب دكتور محمد، الأسئلة بتكون انه أهم الأسباب ممكن تأثر إلى تؤدي إلى ضعف السمع. إحنا دايرين نبدأ من البداية خالص، دايرين نعرف الأسباب شنو، لأنه إحنا بمعرفة الأسباب هنتجنب يعني. وعندنا إفادة مهمة نشوفها ونقرأ عين نجاوب على السؤال إن شاء الله. كي ولدي عنده قريب يعني 5 سنة كده، بقى ما بسمع زي الناس يعني، إلا أكورك له بصوت عالي أقول له إيهاب كده. في المدرسة برضو الأستاذ خطاه قدام، ما بيقدر ما قاعد يسمع كويس. يعني الحاجة دي عندها كده يعني 5 سنين. عندي أخوي جابه قبل كده، جابه المستشفى وقام حولوه واستمع. قمت أنا تاني يعني بعد فترة قمت جبته الليلة، جبته الليلة وقام حول، قال لي امشي اعمل له فحوصات. بس يعني كان بيلعب في الشمس وجبته، كان بيلعب في الشمس وجبته انا رسلت الدكان اتاخر ساعه جاء البيت، قمت زعلته قمت ضربته كف. بس دي المشكله اللي عنده. يلا كان بيسمع كويس، فجاه كده بقى ما قاعد يسمع. الاثنين كانوا بكبان، واليوم الثالث قامت ورمت. يعني مشينا مستيفى ناي مستوصف في الحاجوسه، قام الدكتور قال لها دي خراج. قلنا مشينا مستيفى الدوحه، قام كتب لنا خراج. قمنا جينا هنا بس رددوه ودونا أدوية وعملوا عملية ضد الدربات ومرقنا، ما عندي شغل تاني. وتاني كبن تاني جيت قابلته وشطف منه مادة، قال لي الواد ما عنده خراج تاني. قمنا مشينا البيت تاني كبت، مهم تاني لما مشت قال لي الغنطة نظيفة ما فيها شي يعني، ما فيها خراج. لا أنا الدوحة ذاته بس ما مشت تاني لما نسى. ويلا بتكب يلا هنا الدكتور ده قال لي في لوف وزن الحين هنا، قال لي شنو؟ قال لي احتمال دبس النمبيا. ورم التهاب في القدرة الليمفاوية. كان في ورم ظهر لنا ورم، ومشينا به وعملنا له تحاليل، عملوا له موجات صوتية وعملوا له سي بي سي، وطلع في التهاب في الغدد الليمفاوية. يلا كانت حاجة بسيطة وبدت تزيد. في الأول ما كان في حمى، كانت حمى بتجي بالليل، تاني بقت بتجي متواصلة. بيشكي من حكة في الأذن وفي شعره في الرأس. بياخد حس في أنتبيوتيك ودريبات. دكتور محمد، زي ما احنا شفنا في الإفادات انه المأساة ما بتكون للطفل بس ولأسرته كلها ولأمه اللي ثق به، واكيد هي بتكون بتعاني من كل معاناة بيعانيها طفلها. دايرين نتكلم بالمختصر كده الأسباب بتاعت تأثر السمع وتعليقك على الإفادات اللي انت شفتها. الأسباب بتاعت فقدان السمع وضعف السمع دائما أسباب متعددة. نعم. لكن يعني من أهم الأسباب هي الأسباب بتاعت فقدان السمع الولادي، يعني الطفل يلدو ما بيسمع. أهم الأسباب بتاعتها دائما هي ممكن تكون مشاكل بتاعت تكوين خلقي، حاجة أثناء الحمل، فترة الحمل. نعم. تم تشوهات خلقية معينة في الأذن
الداخلية بالذات، وممكن يكون في تشوهات في الأذن الوسطى أو الأذن الخارجية. نعم. في نفس الوقت ممكن يكون بدون أي تشوهات خلقية، ممكن تكون فترة الحمل ذاتها فترة ما كانت آمنة، ما كانت فيها يعني كان فيها الوالدة أو الأم معرض أو تمت إصابتها بعدة أمراض التهابية متعددة ممكن تأثر سلبا على الجهاز بتاع السمع بتاع الطفل اللي هو الأذن الداخلية والأذن الوسطى. زي شنو الأمراض يا دكتور؟ بعض الالتهابات الفيروسية وبعض يعني في عندنا مشهورة بتورش لكن ما عارف أفسر كيف، لكن هي مجموعة عدد من الأمراض. آه عدد من الأمراض ودي هي لو كانت الأم بتتابع جيد مع اختصاص النساء والولادة هو يعني بأكثر قدرة طبية على اكتشاف أي حاجة زي دي ومعالجتها بسرعة. عشان كده المتابعة قبل الحمل بتقي الطفل والجنين مشاكل كثيرة ممكن تظهر بعد بعد الحمل يعني من اشهرها طبعا الالمانيه والقطط. ايوه ايوه دي كلها مجموعه من الامراض اللي ممكن تحصل للام. بعدك برضه في استخدام بعض العقاقير اثناء الحمل، دي مهمه جدا. ممكن ياثر تاثير يقي من بعض التشوهات الجنينيه، وفي بعض العقاقير ممكن تاثر على التكوين بتاع الاذن الداخليه، وفي بعض العقاقير ممكن تاثر على المسار العصبي للسمع. دي بتكون ممنوعه خالص ايوه اثناء الحمل. نعم. ايوه اثناء الحمل او نعم. حتى في بعض العقاقير ذاتها واحده ممكن تكون من الاسباب حتى بعد الولاده. يعني في بعض العقاقير ممكن تاثر على عتبه السمع حتى عند الاطفال والناس الكبار ومختلف الفئات العمريه. يعني كلها ممكن تاثر على العتبه بتاعه السمع. فقدان السمع يعني هو يعني في فقدان سمع بيتم قبل الكلام، فقدان سمع بيتم بعد الكلام. وهنا من الأهمية بما كان إنه أهمية التشخيص المبكر لفقدان السمع. يعني ممكن يولد الطفل في حتة مثلا يكون الناس ما مركزة مع حاسة السمع كثير ويحصل له فقدان سمع أو يكون عنده فقدان سمع ولادي، بتترتب عليه حاجات اللي هي فيها اكتساب مهارات ومقدرة على النطق والكلام، لأنه زول بيقول الكلام اللي بيسمعه. فالذاكرة الكلامية بتاعت الزول بتتبني بالسمع. فعشان كده ممكن يحصل فقدان سمع قبل الفترة بتاعت الكلام. نعم. ممكن يحصل فقدان سمع بعد فترة الكلام. حتى اللي بيحدث فقدان السمع بعد فترة الكلام، حتى الذاكرة الكلامية بتاعت الإنسان ممكن تتراجع، تتأثر. نعم. لأنه أساسا هو ما في تجديد، ما في دخول بتاع يعني أيوة يعني كلمات أيوة جديدة، كلمات جديدة كده. نعم. حتى التراجع ممكن يصل لمرحلة بتاعت تراجع في بعض الحروف للدرجة دي. أيوة. نعم. ممكن واحدة من العلامات اللي هي بتاعت التراجع بتاع الكلام والتراجع بتاع الحروف دي واحدة من المؤشرات اللي بتدي إنه في فقدان سمع مزمن وفقدان السمع غالبا يكون حسي عصبي. وهنتكلم عن أنواع فقدان السمع. نعم. لكن الأسباب متعددة، منها أسباب جنينية. نعم. أثناء الفترة بتاعت دكتور محمد عندنا اتصال. إحسان من السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام. إحسان من الشمالية، أهلا مرحبا. جمعة مبارك عليكم وعلى جميع المشاهدين، أتمنى لهم مزيدا من دوام الصحة والعافية. مرحبا بك يا إحسان ومرحبا أهل الشمالية. دكتور بالنسبة للأذن الوسطى. نعم. يعني بنسمع مشاكل عند الصغار والكبار، دوران الراس، أول زي ما تقول الواحد فجأة كده بيجي واقع يدوش راسه بيدوش كده بيلف، تقولوا ده من الأذن الوسطى. دايرة دكتور يوضح لنا الجزئية دي تحديدا، الأذن الوسطى دي المؤثرات تحديدا شنو. الحاجة الثانية أثر السماعات، الناس اللي بيكونوا قاتلين السماعات بفترة طويلة والذبذبات، هل بتكون فيها تأثيرات على بطنة الأذن وكده؟ الحاجة الثالثة بالنسبة لكبار السن، السمع فجأة كده الشخص الكبير فجأة السمع بيكون ضعيف أو نهائي ما بيسمع، يلا المؤثرات دي بالتحديد شنو توضحوها لنا يعني. شكرا يا إحسان، نشكرك ونشكر متابعتك ونشكر أسئلتك المنظمة. شكرا لك. وناخذ اتصال آخر. السلام عليكم. أهلا مرحب. أهلا مرحب بك. ألو. أيوة معاك، أنت على الهواء، تفضلي. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. معاك صفاء من عبد الرحمن. أهلا مرحب بك. يلا عندي سؤال يا دكتورة لدكتور محمد صديق. عندي دكتور محمد صديق، تفضلي طوالي. عندي مشكلة في الأذن،
نعم، مشكلتك شنو في الأذن؟ معلش الاسم صفاء مش صفاء. أيوة يا صفاء نحن معاكي. عندي مشكلة في الأذن، فعملت عملية في مستشفى الأذن الحنجرة، ينعملها في الطبلة. نعم، عملية عملت للطبلة. دكتور محمد صديق سامعك، تفضلي. الطبلة كان في مشكلة في الطبلة، وفي مشكلة في الكلى العصبية فهي من عمر تسع شهور المشكلة معاي الأذن بتكب، بتصير فترة بتكب، بتصير فترة بتكب، ما 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 راحت يعني الآلام، ما في آلام، لكن المعدة ما وصلت خالص. يعني أنا عملت العملية والرقعة ضارت، يعني قال لي الرقعة ضارت وما اتعملت، اتعملت هي لكن ما سمتت، لكن المادة بتكب، أي التهاب المادة بتكب. فعايزة أعرف الدكتور العصبية لها علاج أو لا؟ أنا والله يمكنها لي لسه يا دكتور، يعني بصراحة أنا تابعت في مستشفى الأذن الحنجرة كثير. طيب يا 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 صفاء، صفاء نحن معاكي، صفاء نحن معاكي. بالنسبه لاحسان هيجاوب الدكتور، وانت لانك قريبه ان شاء الله نديك بطاقه تقابلي بها دكتور محمد صديق، ان شاء الله بيحل لك مشكلتك باذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لاتصالك يا صفاء. ونرجع لاسئله احسان. اول سؤال لاحسان عن التوازن، مشكله التوازن والخلل في التوازن اللي بقى تظهر كثير عند الناس كثير، زول فجاه يقع او تحصل مشكلة في التوازن. لا، بحقيقة التوازن جزء من الوظائف بتاعت الوزن الداخلية. نعم. الوزن الداخلية تشريحين فيها جزئين، جزء بيمشي بيتعلق بالسمع ومسار السمع، وجزء بيتعلق بالتوازن. التوازن في الجسم بصفة عامة يعني فيه مواقع أخرى بتتعلق بالتوازن. التوازن شكل من أشكال التنسيق بتاع الحركة، والتوازن ممكن أنا أحس بأنه أنا ما متوازن ويشوفني زول، وفي نوع تاني أنا أكون ما متوازن ويشوفني زول البراغي. في مواقع مختلفة بتتكامل عشان تعمل مسألة التوازن، منها الأذن الداخلية، منها النظر، النظر، منها جزء من الجهاز العصبي المخيخ. نعم. منها المفصل الحركي بتاع الجسم. دي كلها، لكن الشيء الاساسي اللي بدي يعني بدي تداخلات عصبيه في كل المواقع دي هي الاذن الداخليه. يعني نقدر نقول هي المسؤوله الاساسيه، هي ايوه هي اكثر. نعم. وحده عندها يعني وزن في المسائل بتاعه فقدان التوازن، وغالبا فقدان التوازن بتاع الاذن الداخليه ما بيشوف الزول اللي برا، بيحس بيه المريض، بيحس بيه المريض. نعم. الحاجه اللي عايزه احب يعني وبقولها كثير يعني انه الاذن الوسطى دوره في الدوار يقول لصفر. نعم. الدور الاساسي للتوازن هو الوزن الداخليه، لكن عندنا في المعتقد العام يقول لك جاني التهاب الوزن الوسطى زي ما بيقولوا، راسي لفة والدنيا ظلمت بطني طم. صح. هي المسؤول الاساسي هو الوزن الداخليه. لكن عامة الناس يعني حتى المريض وقت يجينا يقول أنا عندي التهاب في الوزن الوسطى، نحن نعرف إنه المريض بيشكي من التوازن. التوازن يعني. نعم. ده عرف بيجا هنا، لكن المسؤول الأساسي يا أخت للتوازن هو الأذن الداخلية. أسبابه كثيرة، في أسباب متعددة وفي أنواع متعددة، لكن الحاجة اللي بقولها دائما أغلب الأسباب أو أكثر تردد وشيوعا دائما بتكون داخل الأذن الداخلية، ويمكن التعامل معها بالعقاقير الطبية، لكن هي برضو عندها ملمح من الملامح بتاع التكرار مع المرض ذاته، يعني ممكن تكرر. يعني إذا أنت أخذت علاج وبقيت كويس وجاتك تاني بعد فترة، ما معناه العلاج الفات ما اشتغل. أيوة. نعم. لكن ده ملمح من ملامح الدوار اللي بيجي من الأذن الداخلية، وعنده بعض التقاطعات العرضية، يعني مثلا راسي لفة بطني طمت. نعم. أذاني زنت. عرقت قلبي دقة. كلهم مع بعض الحقيقة. كلهم مع بعض، هي بعض الإسهارات، التقاطعات بتاعت الإسهارات العصبية الجاية من الإسهارة في الأذن الداخلية، بترسل إشارات لمواقع مختلفة، منها الجهاز الهضمي، منها القلب، منها يعني كده، دي كلها بتدي أعراض قد المريض يتخوف في البداية. يعني إيه العلاقة؟ يعني أنا راسي لفة بطني طمت، ليه يعني ظهني زنت، في ورم في الرأس. أيوة. بتدي مخاوف كده، لكن أحب أطمن المشاهدين
في أنه أغلب الأسباب الناتجة من الأذن الداخلية يمكن التعامل معها بالعقاقير والإرشادات العامة. بعض المرات في بعض الأحيان بندخل بعض التمارين ممكن تنهي الحكاية وتخلي الزول يعني هل. لكن نعم. بنستبعد الأسباب الثانية عشان ما يكون في مشكلة في المخيخ، ما يكون في مشكلة في النظر، ما يكون في مشكلة في حاجات تانية. الأسباب بتكون شنو يا دكتور محمد؟ هو تغير في الضغط بتاع سائل الأذن، ده أكثر الأشهر الأسباب. نعم. ممكن يحصل يتبع بعض الالتهابات الفيروسية، ممكن بعض يعني بدون أي أسباب معروفة ممكن يحصل، ممكن ينتج عن طريق إصابات. دكتور محمد هنجل الإجابة بعد الفاصل، إحنا والمشاهدين أكيد بعد الفاصل إجابات عديدة لأسئلتكم بإذن الله. بإذن الله. مرحب بكل اللي انضموا لمتابعة برنامج العيادة، وربنا يديم نعمة السمع على كل المشاهدين يا رب العالمين، ويعافي المصابين بفقدان السمع ببشريات زراعة القوقعة وغيرها من الحلول اللي بقت متوفرة في السودان. ضيفنا لليلة دكتور محمد صديق محمد، استشاري الأذن والأنف والحنجرة، وهو أيضا مدير عام مستشفى الأذن والأنف والحنجرة. مرحب بك مرة ثانية دكتور محمد. وقفنا في نقطة التوازن والخلل اللي بيحصل وعدم التوازن، دايرين نعرف اسبابه ونجي نرجع لاسباب فقدان السمع ان شاء الله. بعض الالتهابات الفيروسيه بتاعت الجهاز التنفسي العلوي ممكن تؤدي لتاثير سالب في الاذن الداخليه، ويحصل فيها التهاب في الجزء اللي بيتحكم في التوازن. نعم. ويحصل اضطراب في التوازن ناتج من الاضطراب في الجهاز بتاع التوازن في الاذن الداخلية. التوازن عبارة عن إشارات بتطلع من الجهاز بتاع التوازن لباقي الجسم بتاع الدماغ، والإشارات دي هي بتجود بتعمل الإحساس بتاع إنه يعني ممكن تجي للزول بعد أي التهاب. ممكن تكون أيوة التهابات ممكن تكون ناتجة من بعض الأسباب العامة اللي بتأثر على سريان الدم للأذن الداخلية أو لجهاز التوازن، يعني ضعف سريان الدم للمنطقة اللي بتختص بالتوازن. في بعض الضعف بتاع سريان الدم بيجي من الأوردة الكبيرة اللي هي جاية من الرقبة بتغذي الأذن الداخلية، يعني يكون في ضعف في سريان الدم. في بعض الأسباب الثانية اللي هي بعض الأسباب اللي بتكون بتأثير بتاع عقاقير طبية، هي ممكن تأثر على بعض العقاقير الطبية، ممكن تأثر على الجزء بتاع التوازن في الجسم، وبرضو ينتج عنها عدم توازن أو إحساس بالدوار. نعم دكتور محمد، تكلمنا عن أسباب قبل ما تجينا الاتصالات عن أسباب فقد السمع، وإحنا بدينا من بدري جدا قلنا من الحامل داخل الجنين داخل بطنه ممكن عديد من الأمراض يكون سبب التهابات الفيروسية وغيره، وتكلمنا عن أدوية مفروض المرأة الحامل ما تأخذها عشان ما تأثر. أيوة. في السمع. وبعد ذلك نقدر نقول عليها أسباب ولادية أو محول الولادة حتى. أيوة أيوة. ومزيد من الأسباب تاني. أيوة. ممكن قلنا التشوهات الخلقية اللي بتحصل أثناء التطور الجنيني للطفل في فترة الحمل، ممكن يطلع طفل عنده تشوه جنيني بأنه يكون القوقعة غير موجودة تماما، أو العصب السمعي ذاته اللي بينقل السمع من القوقعة لداخل الدماغ يكون فيه مشكلة. ممكن برضو لبعض مراكز السمع في الدماغ يكون فيها مشكلة بتاعت تشوهات خلقية وكده، تعمل برضو مشاكل بتاعت فقدان سمع. وبرضو التشوهات الخلقية ممكن تصيب الأذن الوسطى، ممكن تصيب الأذن الخارجية وتأثر سلبا على السمع. وكل منطقة هنا بتدينا درجة معينة لفقدان السمع، ممكن يكون سمع كامل فقدان ويدينا زي الصمم، ممكن يكون جزئي، وممكن يكون طفيف، يعني فيه درجات زي 4 درجات لفقدان السمع لضعف السمع. ممكن يصل لدرجة بتاعت فقدان السمع كامل. نعم. دي أشهر الأسباب اللي ممكن تحصل حول الولادة وأثناء الحمل، ودي كلها بتصنف في وأنه فقدان السمع قبل فترة الكلام أو قبل فترة النطق. أيوة. لفقدان السمع. في أسباب تانية لبعد فترة النطق، ممكن تكون بعض العقاقير الطبية برضو ممكن تأثر سلبا على مسار السمع وتؤدي لفقدان سمع أو ضعف سمع حسي عصبي أو عصبي أو يكون دماغي فوق مركزي لمشاكل السمع. في بعض يعني غير العقاقير، في بعض الحاجات زي الأصوات العالية. أيوة. ممكن تأثر على السمع مع تقدم العمر مهنياً. أيوة. نعم. في بعض مسموح بدرجات معينة للضوضاء أو الصوت خلال اليوم
لساعات محدودة بقياس محدد لمدة 5 أيام في الأسبوع، يعني ما تزيد مثلا 8 ساعات في اليوم لحد معين من الأصوات. مستوى والصوت بنقيسه يا جماعة بالديسابل، بنحدد رقم محدد للديسابل، انك انت اذا دار تتحمل أصوات لثمانية ساعات عندك مثلا 80 ديسابل، دار 3 ساعات كل ما زادت ممكن يكون الديسابل. عندهم حاجات بتاعت حماية تتركب لهم. ايوه مثلاً ايوه دي الحماية بتاعت الأصوات، وهنا في بعض الحماية للأذن عشان تقي الحدة بتاعت الصوت عشان ما تعمل تأثير سالب على الأجزاء التشريحية المختلفة في السمع. وبرضه بيخش فيها بالمناسبة ديما إصابات مهنية، يعني يعني بيدخلوا فيها الناس اللي بيتعرضوا لمتفجرات كده. نعم. في أسباب تانية برضه ممكن تؤدي لفقدان السمع، برضه استخدام بعض العقاقير قلنا ممكن يؤدي للأصوات العالية. في بعض الأمراض العامة ممكن تأثر على السمع، زي منها أشهرها هي السكر او بعض الامراض بتاعت الاوعيه الدمويه والدم. يعني يحصل ضعف في سريان الدم او يكون في سيوله زايده في الدم، يحصل نزيف وكده. دي كلها برضه ممكن تاثر على، يعني بعض الامراض العامه في الجسم يمكن ان تظهر بملمح بتاع ضعف او فقدان سمع. دكتور محمد، اهم حاجه قبل العلاج انه احنا نعرف كيف انه الناس دي مصابه بضعف السمع، او كيف الطفل الرضيع ده مصاب بفقدان السمع او ضعف السمع. ودي حاجه صعبه جدا. انا افتكر احنا عندنا بس تصوير لقياس السمع نشوفه ونرجع تعلق لنا على التشخيص بالنسبه لكم كيف بيكون. بالنسبه للاطفال يا دكتور، طبعا دي بتكون حاجه صعبه جدا. الأم بالذات، يعني أنا أفتكر إنه صعب جدا إنه الطفل يا دوب مولود يعرفوه إنه سمعوا كيف. طيب سمعت اللحظة اللي أنت بتقولي الأم الطفل نعم. ما بيسمع؟ نعم. صعبة. صعبة جدا. تعليقك على تعليقك يا دكتور. ده هو قياس السمع، لكن قياس السمع هنا بينقسم حسب الفئة العمرية، لأنه عندنا وسائل مختلفة لقياس السمع. الوسائل بتتحدد بالعمر بتاع المريض الدايرين نقيس السمع بتاعه. الطريقة دي من الوسيلة دي لقياس السمع هي يعني بتصلح للأعمار بتاعت الأطفال أكثر من 6 سنة، لأنها بتعتمد على فهم الفحص واستجابة المريض لبعض الأصوات اللي هي بيتم تحفيز السمع بأصوات منتغاة، صوت واحد بدرجة معينة بذبذبات معينة. نعم. وبتتحدد حساسية أو عتبة السمع للمريض. في بعض القياسات الثانية بنعملها للأطفال اللي هي أكثر من 6 شهور وأقل من 6 سنة، وممكن تتعمل أكثر من 6 شهور أو 6 شهور وبقية العمر، وهي دي القياس بتاع جذع الدماغ للسمع. دي بيتم فيها تنويم المريض، وما بنعتمد على إجابات المريض في تحديد عتبة السمع. وأحب أبشر المواطنين بأنه كل الأنواع بتاعت القياسات موجودة في مستشفى الخرطوم بتاع الأذن والأنف والحنجرة في قسم السمع، وبتكون شغالة يوميا بأسعار رمزية وفيها تأمين صحي، كل أنواع التأمين الصحي. ممتاز. أيوة يعني نعم. يعني حاجة موجودة. الحمد لله. من الحاجات المهمة جدا في التقييم بتاع السمع هي عملية مسح السمع لحديثي الولادة. دي مهمة جدا. دي مهمة جدا جدا جدا. نعم. لأنها بتساعدنا كثير في تحديد نوع العلاج والتدخل، لو كان تدخل جراحي يتم في فترة مبكرة. ودائما التدخل الجراحي في الفترة المبكرة بدينا نتائج مبشرة. نعم. وتكون نتائج يعني الطفل بيطلع سوي كأنه. طيب دكتور محمد، دي مفروض تكون في عند بداية الولادة يعني مثلا ولا؟ أيوة. كيف؟ أيوة. لأي طفل مولود؟ لأي طفل مولود؟ هي مفروض يتعمل لأي طفل مولود. نعم. مسح بتاع سمع. المسح بتاع السمع بيوفر الحكاية بتاعت التشخيص المبكر. نعم. التشخيص المبكر بيسهل عملية التعامل مع مشكلة فقدان السمع وتحديد النوع بتاع العلاج وكيفيته. يعني لو من البداية عملنا مسح بتاع سمع، حددنا الطفل ده عنده مشكلة، ممكن تتحلى بتدخل جراحي بسيط، وممكن تتحلى بتدخل جراحي متقدم اللي هو فيه زي مثال زراعة القوقعة. أيوة. نعم. فالمسح بتاع السمع شيء أساسي بتعمل لحديثية الولادة. يعني ممكن يتعمل طوالي مباشر بعد الولادة. وده زي ما قلت بيوفر. الأنواع الثانية للقياسات السمعية يعني غير بتاعت المسح دي، هي مربوطة بفئات عمرية ويعني أوقات معينة للقياس. بتتجنب
انت ظهور العلامات اللي بتأشر لانه هذا الطفل فاقد للسمع تظهر لك علامات بعد فترة طويلة وبيصعب انك ترجع تاني تستفيد من الزمن الاول، لانه بعض التدخلات الجراحية زي زراعة القوقعة عندها ارتباط وثيق في نتائجها بالعمر. طيب دكتور، عندنا اتصال من الجزيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اهلا، مرحبا بك هيام، كيفك؟ تفضلي هيام، انت على الهواء معانا، تفضلي بسؤالك. عايزة اكلم الدكتور. الدكتور محمد صديق معك، تفضلي. يلا، انا عندي في البداية كان عندي التهاب في الأذن الخارجية. انت عمرك كم يا هيام؟ عمرك كم يا هيام؟ 27 سنة. عمرك 27 سنة، نعم، تفضلي. اخذت المقلان وثاني قطعة. نعم. والالتهاب راح وثاني قطعة. الالتهاب مشروع؟ ثاني بعد فترة كده بقيت كويس، وثاني رجعت للدكتور قال لي في التهاب في الأذن الوسطى، واخذت المقلان ونفس القطرة. حاليا قالوا لي في قطة قبلة. نعم. اوكي هيام، سؤال الالتهابات المتكررة وثقب الطبلة. الالتهابات محمد المتكررة، وبرضو عايز يعني الطبلة دي ممكن تتقفل بس كده ولا يلغي عملية؟ نعم، جدا سؤال مهم. التهابات متكررة لهيام أدت إلى ثقب الطبلة. هيام بتسأل هل ممكن تكفل براها بالعلاجات ولا بتحتاج عملية، وليه بيحصل ثقب في الطبلة أصلا يا دكتور محمد؟ وبأغلب الثقب في الطبلة ناتج من الالتهابات المتكررة أو المزمنة في الأذن الوسطى، وعندها ارتباط وثيق بتكرار الالتهابات في الجهاز التنفسي العلوي. الالتهاب البكتيري الصديدي بالذات، لأن التهابات الأذن الوسطى فيها أنواع مختلفة، لكن البكتيري الصديدي بالذات هو المسبب الأساسي للثقب بتاع الطبلة في حالات الالتهاب المزمن. السيطرة على الالتهاب هي اللي بتحدد، ما إذا كان أن إحنا ممكن نصبر. هي ممكن تكفل تلقائيا، وبرضو في عوامل بتحدد متين تكفل تلقائيا ولا ما تكفل، اللي هي الحجم بتاع الثقب، موضع الثقب. نعم. السيطرة على الالتهاب، إذا كان الالتهاب ما زال متكرر وصعب السيطرة عليه، هنا بنقول إنه صعب إنك تسيطر على الـ يعني يكفل بدون يعني يكفل تلقائيا. نعم. إلا بجراحة. لكن برضو التكرار الشديد للالتهابات من العوامل الأساسية اللي بنخدها عامل لنجاح الجراحة، هي السيطرة على الالتهابات البكتيرية في حد ذاتها. في بعض الحالات بنسيطر على الالتهابات البكتيرية، لكن برضو الثقب ما يكفل، لأنه ممكن يكون حجمه كبير، ممكن يكون يعني عمل تآكل في جزء كبير جدا من الطبلة. لكن في كل الأحوال يوجد حل، يعني لو كان سيطر على الالتهابات بتتم بالعقاقير، لو قدرنا نسيطر على التهابات الخرم أو الثقب في الطبلة مهما كان كبير، يمكن إنه يدعم له ترجيع للطبلة، وهي من العمليات اللي حصلت فيها ثورة في الخرطوم أو في السودان، بقت معدلها زاد ونسبة نجاحاتها بقت أكثر من السابق. نعم. طيب دكتور محمد، بتسأل الناس عن التطور في العلاج. احنا في أسباب مختلفة زي ما انت قلت، ممكن تكون أمراض مزمنة زي السكري، ممكن تكون عقاقير، ممكن تكون أثناء الحمل حصلت التهابات للأم أدت إلى فقدان السمع، ممكن تكون أسباب خارجية وحوادث وغيره زي ما انت ذكرتها. دارين نصل للحل. التشخيص قلت سهل يا دكتور ومتوفر والحمد لله بأسعار كويسة، موجود في مستشفى الأذن والأنف والحنجرة وفي كثير من المستوصفات الخاصة وغيره. دارين نجل العلاج يا دكتور، بيعتمد على شنو أنواع العلاج المتوفرة في السودان؟ الفقدان بتاع السمع بصفة عامة فيه كم نوع. فقدان توصيلي، يعني عندنا مشكلة بتاعة الصوت ما بيصل لحد الأذن الداخلية. في فقدان سمع حسي عصبي، وده معناه في مشكلة في الأذن الداخلية، القوقعة والمسار العصبي له. في فقدان سمع اعتلال عصبي، ده في العصب بتاع السمع أو المراكز بتاعة السمع فوق في المخ. نعم. أيوة، يعني عندنا كم نوع لفقدان السمع. أول حاجة بتحدد النوع، بعد ذاك بتحدد كيف أنت تتعامل مع ضعف أو فقدان السمع. نعم. ممكن يتم بواسطة تدخلات جراحية بسيطة، ممكن يتم بواسطة معينات سمعية زي السماعات بمختلف عندها مختلف الأنواع بحسب حدة أو حسب عتبة السمع لكل مريض. أما في حالة الصمم،
اذا وصل لدرجه وعندنا فيه كم درجه فقدان السمع؟ فقدان سمع طفيف، في متوسط، في متوسط شديد، وفي شديد، وفي صمم. الصمم دائما يعني المعينات السمعيه لا تصلح فيه. الصمم اذا كان حسي عصبي ممكن بعض التدخلات الجراحيه تنفع فيه زي زراعه القوقعه، خاصه في الاطفال وحديثي الولاده، وخاصه في الاطفال اللي بيفقدوا السمع قبل مرحله النطق. النطق نعم. في بعض الضعف السمع او الصمم الناتج من المشاكل العصبيه والمشاكل المركزيه في الدماغ، هنا حتى زراعه القوقعه لا تدي. عندها خيارات ثانيه، في بعض القرصات او بعض الاجهزه بتتقرص على جذع الدماغ. نعم، لانه المشكله هناك أيوة اصلا ايوه نعم. جذع الدماغ بتتقرص هناك، بتحل مشكله السمع. يبقى مشكله السمع علاجها بيعتمد على نوع فقدان السمع. نعم، درجه فقدان السمع. ممكن تكون بواسطه علاجات طبيه فقط، ممكن تكون بواسطه تدخلات جراحيه بسيطه. يعني ممكن تكون تشوهات في القناه الخارجيه بتاعت الاذن، ممكن تكون في بعض العظيمات بتاعت الاذن الوسطى زي التصلب بتاع الركاب، وهنا بيتم استبدال تصلب الركاب والسمع بيرجع. ممكن تكون ببعض التدخلات الجراحيه الدقيقه زي زراعه القوقعه، وممكن تكون في بعض الجراحات الدقيقه المتقدمه زي الاستدراء بتاع الجسم. ده كلام مهم جدا يا دكتور محمد، لانه كثير من الامهات بيفتكروا انه والله الدكتور ما دار يزرع علينا قوقعه، لانه الدكتور شايف انه الحل في المشكله دي ما زراعه القوقعه. أيوة. على حسب الدرجه، على حسب المشكله حقت فقدان السمع. أيوة. فيها تحتة والدكاتره هم التقييم السريري. ايوه، التقييم السريري، التقييم السريري للمريض. نعم. وتحديد موقع الاصابه بتاعه السمع ودرجه السمع هي اللي بتحدد نعمل شنو عشان نحل المشكله. نعم. في حكاية السماعات، وإحنا كان عندنا سؤال من إحسان، في حكاية السماعات يا دكتور، بيتم قياس السمع وبعدك تحديد السماعات المناسبة وبتكون مدى الحياة؟ أيوة. بتتغير ولا بعدك بتحتاج تقيس السمع طوالي كل فترة أخرى ولا؟ أي مريض عنده نقص بتاع سمع، نعم، بيقى الحل والعلاج بتاعه السماعات يجب أنه يلبس السماعة. دي واحدة. الحاجة الثانية، المتابعة الدورية للتقييم بتاع السمع كل 6 شهور، دي واحدة من الحاجات الأساسية المهمة عشان تتم فيها يعني يكون في فعاليه للسماعه وكده، لازم يتم تقييم السماعه كل 6 شهور. الحاجه الثانيه، السماعه ذاتها يجب انها تكون موضع بتاع اهتمام للمريض. نعم. حسب الارشادات بتاعت الجهه اللي ادتها له، في نفس الوقت صيانتها بصوره سليمه. ويا جماعه السماعه يعني هي يعني معين، يعني بكبر الصوت، ممكن الصوت يحصل فيه حاجه هو ذاته، فانت نعم. يعني الاستخدام المفروض يكون بحسب الارشادات الفنيه اللي بتجي للمريض. نعم. 1 2 إذا حصل فيها أي خلل أحسن إنه ترجع للحتة الجهة المختصة، الجهة المختصة. نعم. عشان تحدد لك هل في مشكلة في السماعة ولا ما في مشكلة في السماعة. أيوة. فدي يعني دائرة اهتمام شوية. نعم. السماعات جيدة في حل بعض المشاكل. دكتور محمد، نرجع للسماعات بعد اتصال ربيعة، انتظرت علينا كثير. ربيعة من الدمام، السلام عليكم يا ربيعة. مرحبا بك. أهلا مرحبا بك. السلام عليكم. أهلا مرحبا بك يا ربيعة، تفضلي. الله يسلمك يا اخي. انا عندي الاثنين بتاعني، الاثنين دي من انا صغيره يعني من الذكر، يعني من المدرسه في انا كم مره من سنه يعني. عندك شنو يا رب؟ وساقه بالله عندي في الجهاز الاذن الوسطى. نعم. يلا وقت بمرور الزمن يعني انا اسالك زي ما قلت لك كم 40 سنه، المهم علاجات بصر وجدر وحاجات هسه حاليا، يعني اخر حاجه الدكتور قال لي بينك الاثنين مجددات. نعم. يعني بجد لما يكون بس برضيهم راي راسه بخليهم. نعم. السؤال لدكتور محمد ان شاء الله. جدا جدا يا ربيعة، دكتور محمد يجاوبك ان شاء الله. يا ربيعة، الالتهاب بتاع الاذن الوسطى المصاحب بافراز او صديد في الاذن ده واحد من الامراض اللي بتاخد زمن في علاجها، المتابعه فيها مهمه جدا جدا، وقدر ما المريض يصبر في المتابعه، قدر ما بيطلع بنتائج كويسه، قدر ما يزهج من المتابعه بياخد فتره بيقعد، لكن بيجي راجع في وضعي يعني ما زي اول وقت لو كان تابع. لكن حقيقه دكتور هم بيسالوا ليه بيكون هم عرضه لانه يكون عندهم التهابات متكرره؟ يعني الالتهابات بتاعت الاذن الوسطى ممكن تتم يعني نتيجه الالتهابات في الجهاز التنفس العلوي. والتهابات الجهاز التنفس العلوي من طبيعتها التكرار. نعم. يعني ما في مريض بيعدي مثلا سنه كامله ما بيحصل له التهاب مره مرتين للجهاز التنفس العلوي،
بعدين مجرد ما تبدا يكون في ثقب في الطبله برضه بقت هي فاتحه على يعني الخارج. على الخارج يعني نعم. برضه يمكن يعني دي بتتحكم فيها عوامل كثيره، وفي بعض الناس عندهم بعض الامراض المزمنه الثانيه نعم. الممكن تخلي الالتهابات الاستجابه بتاعت الادويه والمتابعه فيها شويه تاخذ زمن، لكن من الالتهابات اللي بتاخذ زمن في العلاج والمتابعه هي التهابات الوزن الوسطى المصحوبه بثقب في الطبله. الطبله كل يعني ممكن تاخذ فتره طويله يا ربيع، يعني ممكن تاخذ فتره طويله، لكن في النهايه بتصل بعد عزل الميكروب والسيطره على الميكروب والسيطره على الالتهاب، بعد ذاك يمكن يتم ترميم الاذن، ترجيع للطبله او تعويض لبعض العزيمات كده وامورك تمشي. لكن يعني نصيحه اصبري بتصلي. نعم حكايه بالنسبه دايره صبر صراحه يا دكتور، وهي صعبه صعبه على العيان. يعني نرجع لحكايه السماعات يا دكتور. نعم السماعات والوصايا المهمه للسماعه. ايوه يعني يعني مهم جدا انك انت تتبع الارشادات العامه في السماعه. نعم لان هي زيها زي اي جهاز انت بتتعامل معه، المفروض تتعامل معه بحسب ارشادات فنيه محددة. الحاجة الثانية السماعة بتحديد بحددها العتبة بتاعت السمع للمريض. العتبة بتاعت السمع للمريض يمكن أن تتغير، يعني كانت العتبة بتاعت المريض مثلا في درجة بتاعت فقدان سمع متوسط، ممكن بعد 3 سنة 4 سنة يبقى فقدان سمع شديد شديد. نعم فبيحتاج يعيد برمجة السماعة أو تغيير السماعة لو ما كان بتغطي الحتة بتاعت العتبة بتاعت نعم. السمع يبقى المتابعة الدورية في حالة الاستعاضة السمعية بواسطة السماعات شيء أساسي للمريض نعم. ويكون حريص عليه بفترة دورية اللي هو تقييم للسمع كل 6 شهور ومراجعة السماعة وصيانتها وكده نعم. بحاجاته بتمشي كويس. نعم وبالنسبة لزراعة القوقعة وتطور زراعة القوقعة في السودان. القوقعة طبعا يا جماعة هي جهاز إلكتروني نعم. بيتم زرعه في الأذن الداخلية، فيه جزئين، جزء خارجي جزء داخلي. الجزء الداخلي بيتم بواسطة جراحة مجهرية في الأذن الداخلية. دائما زراعة القوقعة بنعتمد فيها على بعض المؤشرات، يعني ما بنعمل لأي زول مريض زراعة قوقعة. في بعض المرضى اللي عندهم تشوهات خلقية مثلا في الأذن الداخلية لا تصلح لهم زي ما ذكرنا قبل شوية. العملية في حد ذاتها هي عملية مجهرية يمكن أن تجرى، بيتم فيها قرص بتاع جهاز داخل القوقعة تثبيته، بعد ذاك بيكون في جزء خارجي، والجزء الخارجي هو جزء بيلتقط الصوت بيكبره بيوصله للجزء الداخلي وبيحل المشكله لو كانت في مشكله في مستقبلات الصوت والسمع في القوقعه. لكل الاعمار ممكن تتعامل يا دكتور؟ ممكن تتعامل لكل الاعمار، لكن التركيز الاكبر على الاطفال لانهم اكثر جدوى. الـ 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 في الاطفال لانه الاعاقه بيكون عندها تبعاتها، يعني إذا حصل فقدان السمع لزول أكبر فقد الكلام بيتكلم، بعد ذاك فقد السمع، لو تركته حيفقد يتراجع كلاميا. نعم وهنا المريض الصغير أساسا ما تكلم، عنده مهارات كثيرة، داير يكون زول إيجابي في المجتمع، داير يعيش حياته عادي وكده. عشان كده دي بتحتم إنه الناس بمركز على الاطفال في زراعه القوقعه وفي كل المناطق كده يعني، لكن يمكن ان تجرى في مختلف الفئات. لو زرعت الاطفال يا دكتور بتحتاج تغيير بعد كم سنه؟ هنا الحاجات اللي بتتم فيها صيانات وبتتم فيها يعني يعني متابعات وكده فيها بعض البطاريات، فيها بعض الاجهزه الداخليه اللي ممكن عندها مدى بتاع عمل، لكن الزراعة بتاع الجهاز الأساسي اللي بيتم يعني هنا عندنا جزئين، جزء داخلي وجزء خارجي. نعم. الجزء الداخلي ده هنا يعني يعني غالبا يكون دائم وقاعد ونادر تحصل فيه مشكلة عشان يتم فيه هذا، لكن الجزء الخارجي يمكن ولأنه هو حاجة أساسا خارجية يعني فممكن تتغيره وفيها تقنيات متقدمة وتقنيات متغيرة وكده يعني. دكتور محمد صديق محمد استشاري الأذن والأنف والحنجرة، مدير عام مستشفى الأذن والحنجرة، تكلمت كثير عن السمع ومشاكل السمع وأهم التطورات في علاج مشاكل السمع. لسه إحنا عندنا نحن والمشاهدين كثير من الأسئلة، نخليها للأسبوع الجاي بإذن الله. نوعدكم بحلقة ثانية عن مشاكل السمع وعن مشاكل الأذن والأنف والحنجرة الأسبوع الجاي، مستعدين لأسئلتكم. ومرحب بصفاء
وهي وربيعه انه عندهم كروت ممكن يقابلوها دكتور محمد صديق ان شاء الله مقابله مجانيه لمزيد من التشخيص والعلاج ان شاء الله. للجمعه الجايه لكم من التحيه، انا دكتوره ايمان المعزل والفريق العامل بالبرنامج، الى اللقاء في امان الله.